ما في حدا؟ في حدا هون؟ بارك بارك بارك، ليك قوم ساعدني لنلاقي شي نفتح فيه الباب. قوم لك ابني، عمل لك قوم. يلا شو عم تعمل؟ منيح، استنى. كل مرة عمل نفس الشي بارك، كل مرة انت عود وما تعمل شي، اخلق مشكلة وبعدين انسحب على جنب. ايه؟ هالباب ما بيفتح من جوا، على الأقل منجرب. برأيي لا تعذب حالك على الفاضي. بدك يعني أقعد مثلك واستنى حدا يساعدني؟ ما حدا رح يجي. ولك طالما بتعرف ما حدا رح يجي، قوم وساعدني بفتح الباب. شبهك شو ناطر؟ بجوز ناطر الموت يا علي. أنا ما بدي موت، ما بدي موت. أمي ما فيني اتركها وراي، ما فيني، ما بدي موت، ما بدي موت. وتاني مرة ما رح بكي أي حدا بسببك، وما رح موت هون، ما رح موت هون بسببك، ما رح موت. يا الله رح جن، عن جد رح جن. يعني علي قال إنه قاعدين ببراد، يعني مين ممكن يعمل هيك شي؟ ببال مين ممكن يخطر هالشي؟ إلك شي أوندار، هذا الولد مريض، مريض كتير مثل أبوه عن جد. داريا ما تقلقي، أكيد الشرطة رح تحدد موقعهم، وبعد ما نخلص من علي رح نعمل كل شي بيلزم. ماشي؟ وإذا ما لحقنا؟ خلاص الشرطة رح تعمل اللازم. أنت ما تشغلي بالك بهيك أمور، يعني أنت خسرتي بنتك ولحد الآن ما قدرتي تحزني عليها، تركي الشرطة تحلها. ليك بصراحة في شي تاني حابة أقلك عليه كنان. داريا متصلة؟ عفوا. ألو داريا متصلة فيي. وينك أنت؟ عم بتصل فيك وما عم ترد، وينك؟ طيب أنا هون شبكي. ابنك خطف ابني، وعلي ممكن يموت. تمام، إذا ما لحقناه ممكن يموت، لازم تلاقي بارك. وقفي اهدي شوي، بارك اتصل فيكي وشو قالك؟ في شي معلومة وين هنا موجودين؟ علي كان عم بيعيط من ورا وعم بيقول إنه مستودع برادة. لك الله يلعنه، خلص أنا بعرف المكان وطالع من البيت. خبر الشرطة. مستحيل مستحيل. ليكي داريا اسمعي، ما بدنا شرطة، ها ما بدنا شرطة، أنا بحلها هلأ. رح أبعد لك الموقع، وباركوا علي ولادي بيضلوا. وهي بنتك كمان كنا، لنشوف ونحن امتى بدنا نثق فيك. بارك ما تترك حالك، شد حالك بارك، شد حالك. بارك انا قلت لك عرب وزينو ما عملوا شي، قلت لك طلع حواليك، مختار اصدقاء وسخين مثلك. بارك بارك ما فيك تموت قبلي، قوم اتحرك بارك. حتى وانت عم تموت مجبور تصير انسان منيح، ما هيك علي؟ وانت وعم تموت مجبور تضلك وحد وسخ كمان. معك حق،
معك حق. ليك بيكونوا جايين. أنا قلت لها لماما على التليفون إننا بمستودع برادات، بيكونوا هلا على الطريق. طيب وبأي مستودع برادات أنت؟ ما حدا رح يشوفنا، وحتى لو شافونا ما رح يلحقونا. أنا دخلتك لهون مشان نموت اتنيناتنا مع بعض، بس على الأقل تركني ارتاح وأنا عم موت يا علي. بارك يلا قوم، قوم بارك، إيدي عم توجعني، يلا قوم وساعدني. يلا خد خد هاد 5 دقايق أنت وخمس دقايق أنا، خد. أنا دخلتك على البراد وأنت عم تموت هون بسببي أنا، ولساتك عم تحاول تنقذني علي. لمن عم تعمل هالعرض البطولي؟ قل لي. لك بارك، لمين بدي أعمل عرض؟ طلع على حالك ولك عم تموت. يمكن بدي موت علي. أنا ما عندي أي مشكلة بنوب، عادي. أنت ليش بتكرهني؟ قلي يلا. شو أنا يلي طلبت أدخل بحياتكم؟ أنا يلي طلبت إني أكون أخوك؟ غطي حالك بهاد يلا تعا. أنت مالك أخي ولا شي. بلا أخوك، نحن أخوي أخوي. تعال هون، لو يصير معك أي شي سيء كنت رح تنادي لي إلي أول شي، تمام؟ طالما عم نموت هون مع الأسف نحن أخوي، وأنا ما بدي موت على أني عدو لأخي، مفهوم حكي يا أخي؟ بس أنا رح موت على أني قاتل أخي، ماشي أكيد. أي مشكلتك أنت؟ على أساس أنت كنت رح تحل كل المشاكل اللي سويتها أنا؟ شو صار؟ هالمرة تجاوزت حدودك بارك، انت تجاوزت حدودك كتير. لف على اليسار، لف على اليسار، على اليسار. يا الله راحت علينا، رح لف من قدام معلش. رح جن انا عن جد رح جن. يا الله يا الله دخيلك، يا الله دخيلك، تحميلي ابني يا ربي وعقلي. ليك الحق علي، الحق علي انا، يعني رحتي لحد هوني، جري للولد من ايده وجيبيه معك. لك ليش ليش لا تتركيه بين ايديه هون؟ معقول تتركيه بين ايديه اثنين مجانين؟ لو سمحتي ليكي ما تقلقي، رح نلاقي علي بالوقت المناسب، وبوعدك ما نتاخر عليه. لو سمحتي روقي شوي، طولي بالك يا روحي. حاليا مالي قدران اروق ابنه، مالي قدران اروق. بعرف والله الرجاء لتجاهك. عم تعطيك شغل لحلف، رح الف، طولي بالك. علي في كتير ناس رح يبكوا مشانك لأنه محبينك كتار، تعرف هالشي ما؟ وأبوك؟ ايه، وهاد الزلمة كمان رح يبكي عليك. أنا ما حدا رح يزعل مشاني بنوب، ولا رح يتذكروني، هي الحقيقة. وجمرة حبتك إلك، حبتني ولهيك
لازم روح لعنده بأسرع وقت. جمرة ولعبتها انت ها؟ بس ذكية كثير ما؟ كنان وين بيكونوا؟ بيكونوا هون أكيد، جايبوا على مستودع مطعمنا. اللي صار شغلة منيحة أخي، أنت هلأ التقيت بوفا، لازم تتشكرني على القليلة. مو مشكلة من هذا الطرف. كنان بأي وحدة هن؟ ما بعرف بأي وحدة. علي 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 هون هون ليكي هون هون واقف 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 علي. ابني كيفون مناح؟ ابني تعال شو قوم تعال قوم تعال يلا يلا علي علي دايما عليك علي حبيبي حاكيني تعال معي تعال علي يلا وقف علي امي علي علي خليك واقف هون لا تتحرك راجع علي اتصلوا بسرعة خليهم يجيبوا معنا حرامات تدفئة لازمنا حرامات بسرعة علي 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 مشان الله علي ما فيك تتركني علي علي الله يوفقك يلا علي لا تتركني ما فيك علي ما فيك تتركني رد علي ألو لازمنا سيارة إسعاف بسرعة علي رد علي على طريق سيلفي نحن بالمستودعات يلي على اليسار إيه إيه عنا مريضين متعرضين للتجمد يا خانم شو بعرفني قديش إلون هنيك ما بعرف خلص بعتي الإسعاف شو بعرفني أي واحد فيهم وضعه أحسن خلصيني بعتي الإسعاف علي ما فيك تتركني ابني علي علي رد علي 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 حبيبي علي مشان الله يا روحي انت يا عمري معلش حبيبي تعال يا عمري تعال يا قلبي تعال يلا هلا بيوصلوا خلصيني لك بدك تضل واقف يا عبد الكلب روح اشتكي لمين ما بدك وقول له انه ابي عم يعذبني روح كنان شو عم تعمل تمام اهدى امي اهدى تمام امي تمام حبيبي تمام تمام يا روحي مرقت مرقت يا عمري مرقت حبيبي مرقت حبيب قلبي امي روحي انت يا قلبي سلامتك يا عيوني
يا ترى قد ايه بتستحق هاي البنت يا كنان؟ شو هاد؟ حتى تعرفي المرشحين بقتل بنتك ضغطي؟ ما عم بقدر نام، شكل جمرة بآخر لحظاتها ما عم يفارقني، برو سكر على الموضوع. وحاجة تكتب هيك شي بلا ما تفضحنا، الشرطة ممكن تراقب تليفوناتنا. لا لا مستحيل. ألو؟ هاكان بيك؟ إيه هي أنا آيلا. لا ما بدي أقول لك هيك شي، بس ألقي شمشاك وجاكري كوجاك ممكن يكونوا هنن اللي قاتلين بنتي. ليك رح أبعت لك هلأ فيديو على الشاشة، رح أبعت لك رسالة، وهالرسالة لو سمحت بعتها للشرطة دغري. تمام رح أبعتها فورا. تمام بترجاك هلأ تبعتها فورا. لا مستحيل. حضرة المحقق، في تعطينا دقيقتين بس؟ تمام، دقيقتين وعلى الغرفة من هون. شو صار؟ شو جابك على المغفر؟ بسبب لعبة جمرة غدرت فيني أنا. هي فهمتها واضحة وما بدها شرح، بس شو اللي كسبته من هالشي ألقي؟ ولا شي بس أثرت فيني ألقي. أنا كرمال الولا شي طلع اسمي حرامية ألقي. أنا كرمال الولا شي دلعت من البيت ألقي. أنت لعبت مشهري كرمال الولا شي تبعك، وأنا مثل الجد ما صدقتك. لك أنت شو ألقي؟ أنت لعبت مشهري ودمرت لي حياتي كلياتها. بس لهلأ ما عرفت أنتو شو جابكن لهون؟ أنت ليش هون؟ كله بسببي، أنا اللي تركت إلقي بنص الطريق ونزعت اللعبة. يعني هي كانت لعبتك؟ طلبوا منك تغدر بزينه بس أنت ما قدرت تعملها وما سخيت فيها. طبعا يا ريتك كنت قد نصه لجاكري وقد نصها له يلي استصغرته طول حياتك يا إلقي، ويا ريت ما طلعت ندل. هزال، أنا هلأ رح أسحب الشكوى اللي ضدك. إيه طبعاً بدك تسحبها، وإذا كنت لساتني ساكتة رغم إنه بعرف منيح شو عملته بجمرة فلازم تعمل اللي لازم ينعمل. وهلأ ليش نحن شو عملنا فيها لجمرة؟ هزال لو سمحتي بلا سخافة. لا تضحكوا علي يا شباب، عملوا تمثيلياتكن هي على الشرطة يمكن هدوليك يصدقوكم، بس حركاتكم مو علي، لأنه أنا شفت بعيوني أنتوا الاثنين شو عملتوا.
شفتيه غلط، احنا ما عملنا اي شيء. بعرف بعرف، روح اشرح مشكلتك هنيك. هزال لو سمحتي. لا تخاف كرمال خاطرك، ما رح اغدر فيكم، ولهاد بكفي انه يسحب الشكوى. بس الشرطة لما اجوا على البيت ايفين خانهم قلعتنا من البيت، وبعدين عيلتي بقيت بدون شغل بسبب هاد. على قليلة على قليلة ما يعذبنا بالتحقيقات وغيره. هزال انا هون، وقلت لك رح اسحب الشكوى اللي ضدك. بالنسبة لإلي مات إلك وجود إلكي. هزال اجيت ماما. يا شباب يلا، لسه ما اتصلتوا بأهلكن؟ لساتكن صغار وبدنا أولياء أمركن، اتصلوا بأمكن أو أبوكن. أنا عيلتي كلها برات البلد، أنا رح أتصل بالمحامي. قلت لك هتنكلوا أولاد أبرياء. كم مرة قلت لك؟ كم مرة حكيت وما صدقتني؟ علي حكالك وما صدقته. ولك ابني، ولك كنت رح تقتل أخوك. بس هداك ماله أخي ولا شي. لكن هي وانت مالك ابني؟ يلا لشوف، انا تبريت منك. ايه تبريت منك. انتهى كنان، انتهى. انا تبريت منك كنان. ممكن تهدى شوي؟ شو دخلك؟ منو انت؟ انا هون عم بحكي مع ابني. انت شو؟ ابنه انا ماني ابنك، بما انك قبل شوي تبريت مني. شو كأنه غرغرت الدمعة بعيونك؟ زعلتك يا بابا؟ ايه على اساس مشتكي علي وفتحوا تحقيق ضدي. مو كنت بدك تتخلص مني؟ شرف، هاي تخلصت مني. يلا لشوف. مو لحالي حابب اني اتخلص منك. مين في غيرك؟ داريا خانم بدها تنقذ ابنها منك كمان، وهي طلبت اني اشتكي عليك. شو؟ هداك الوضع حسب ما بعرف ما صار هيك بالضبط. اي دكتور، فينا نقول أنه تجاوزنا الخطر. ألف شكر. يا أنسي، ممكن تغيري على القطب؟ فوراً دكتور. عن أي قطب عم تحكي؟ ليش؟ ليش في قطب؟ ليش؟ في جرح سكين. كيف؟ كان مقطب. شو قلت؟ شو يعني ليش؟ مين اللي جرح علي؟ قولوا بسرعة لشوف. عم قلكن احكوا، مين اللي جرحه؟ بارك عملها. ثواني. وينه ابنك؟ بعد هيك من عم قلك دقيقة هيك. بالأول خليني حاسبك. على شو بدك تحاسبني؟ ابنك غزه لابني بسكين، أنا يلي بدي حاسبك. هديك حادثة ما لها علاقة. معناتك كنت بتعرف؟ كنت بعرف، بس طلع في مواضيع تانية ما بعرفها. شو مثلا اللي ما بتعرفه؟ عندي فضول أعرف والله. إنه ابنك حاول يقتله لابني مرتين؟ ابني حاول يقتل ابني، الاثنين ولادي. يعني الوضع اللي أنا هلأ موجود فيه أصعب بكثير من موقفك، وإذا في واحد مغدور بهالحكاية فهو أنا. شو عم تحاول تعمل هلأ؟ عم تقنعني إنه مغدور فيه؟ طبعاً مغدور فيني، واللي كان إلا شوي رح يموت هو ابني، واللي إلا شوي كان رح يصير قتل كمان ابني، الاثنين ولادي. فهمي، يعني لو واحد فيهم حاول يعمل شيء للتاني أنا اللي رح انهار. لك أنا شو دخلني؟ شو دخلني؟ شو خصني فيك؟ شو دخلني بابنك؟ بدك تبعد ابنك عنا، فهمت؟ ابنك ما بيعني لي بأي شيء، ابنك مجرد مصيبة نزلت على رأس علي وهذا كل شيء. مدام في داعي نطلب الأمن؟ اطلبي لي شرطة المشفى، أنا بدي اشتكي عليه، أو بالأحرى بدي اشتكي على ابنه، بس لا يصحى علي ورح نشتكي. لك. ممكن تنقلع من هون؟ شو؟ اطلع انقلع من هون. فيني افهم شو غايتك؟ بدك تفهم شو غايتي؟ غايتي خلي ابني يعيش، فهمت؟ عفوا، خلي ابنك عايش. لهيك رح اعمل اللي بيطلع بايدي لطالع ابنك من حياتنا، وبدي اشتكي عليه وياخذوه على سجن الاحداث. لازم ينصلح، لازم يتعالج، ما بعرف، بس انا رح اعمل كل شيء بيطلع بايدي. خليك جاهز لهالشي، علي رح يفيق ورح نشتكي، مفهوم؟ بده يشتكي على اخوه. على اخوه؟ انت قول يلي بدك اياه واسمعها مثل ما بدك تسمعها، تمام؟ عن جد برافو عليكي. شو عم تعمل يعني هلا؟ ليش عم تتساخف؟ طلعتي متفقه مع بارك وبدكم توقعوني بالفخ؟ ليك انا ما اتفقت مع حدا، ضب لسانك بحلقك، تمام؟ انا بس قلت له لبارك اذا ما بدك علي يكون بحياتك روح اشتكي على ابوك، ومنيح اللي قلت له هالشي. قلتي، وهو راح ورجع الغرفه مثل ما كانت قبل،
وبعدين اتصل بالشرطة وفتح تحقيق ضدي وصار اللي بدك اياه. وهلأ لو قد ما ينتهي هداك التحقيق وأنا أطلع براءة ما رح أقدر أخذ وصاية علي. ألف شكر، ألف الحمد لله. بعدين ما قلت له لابنك يروح يغير الغرفة؟ هداك طرازه الخاص طالع لأبوه عم يعمل حركات مجنونة. أنت منيح؟ منيح، هيك منيح بعد ما تبرى مني أبي. حسيت براحة وحسيت حالي خفيف مثل العصفور كمان. هي كلمة وقالها هو معصب، ما ترد. كنان أكيد ما رح يتخلى عنك، بس تعرف أنك هالمرة أنت اللي وصلت أبوك لهالوضع. يا ابني على شوي كنت رح تقتل حالك وتقتل علي. خلص بلا ما تحكي بهالموضوع أستاذ، يعني أنا جربت مرتين وما عم يصير له شي، ما عم يموت. عنده 9 أرواح وهلأ بقيوا 7 أرواح، يعني مطول. أنت هلأ عم تتساخف من العصبية، ما لي عرفان شو بدي إلك يا ابني ولا شو بدي فهمك. يمكن داريا معها حق، يمكن لازم تتعاقب على اللي عملته بابنها. بتمنى الشغلة تكون مستاهلة إنك تقضي أجمل أيام حياتك بسجن الأحداث، وبعد ما تطلع من السجن بتمنى إنك ترجع بارك تاني غير اللي قاعد قدامي. ما لي عرفان شو بدي إلك. ما تاكل همي أستاذ، بس بالنسبة لجاجري هيك أجواء رح تكون عليه صعبة شوي. شو قلت؟ جاجري أستاذ هو مانو ضعيف، بس شو بدنا نسميه؟ خلينا نقول حساس شوي. بس أستاذ إذا نمنا بنفس سجن الأحداث يكون بعلمك أنا رح حاسبه قبل الكل، وليكني عم قلك من هلأ. بارك ها؟ ابني أنت شو عم تخبص؟ أستاذ أنت اليوم طلعت على تليفونك شي؟ لأنه ممكن يكون متصل فيك وأنت مانك رادد عليه. خلص الشحن وانطفى. شوفي رح قلك، انفتح الواتساب اللي بين جاجري وإيلجي وهنن يلي قاتلين جمرة، واحتمال وحسب المعلومات اللي وصلتني قبل شوي من هزال أخذوهن الشرطة. شو؟ شي بيزعل. ما عمل بشكل جمرة وصورتها بآخر لحظة ما عم تفرق عيوني. شو قصدك يعني؟ الولاد لقوا الجثة اللي وصلت عالشط يا حضرة المفتش، وانت لازم تقدر هذا الشي انه الصورة ما بتنتسب سهولة. لو سمحتي نحن ما عم نحقق معك، انت هلأ بس مرافقة، لو سمحتي لا تتدخلي. رح اسكت، انت كمل يا ابني. ماما. ما بعرف شو اللي لسه رح تحكي مع هالولاد. ماما موكلي رح يستعمل حقه بالصمت. الجريمة تمت باليخت وما حدا غير موكلك وصديقته رجعوا على اليخت. جمرة كانت هنيك، حاولت تقتل جاجري. لولا إيلجي أنا كنت رح موت، يعني هو اللي أنقذ لي حياتي. يلا نط بسرعة وربط الحبل. لك يا أخي نحن شو لنا شغل هون؟ أصلاً مو جينا باليخت. جاجري شو بيعرفني؟ جمرة اختفت. شو جابنا؟ جمرة! 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 اسكت وسكر تمك، سكر جمرة. تمك جمرة! جمرة اهدي شوي. ما تدخل، بعد شوي جاية بارك لهون ونحن بدنا نروح من هون ونبدأ من جديد، فهمتوا علي؟ أنا مالي مريضة، مالي مريضة وما بدي أرجع لهون. تمام جمرة! ما خلص يا جمرة اهدي شوي، شو صار لك؟ عم نقلك ما رح سلمك لحدا. كذب كذب، عم تكذبوا علي. انتو كلياتكم كذابين، الكل متهم، انتو كلياتكم كلاب وكذابين. انا هلا صرت قاتله. تمام خلص تمام يا جمرة، اوك اوك هاتلي بايدك اوك هزي. بترجاكي ما تقرب علي يا جمرة، بترجاكي اهدي شوي. ما تقرب اوك تقرب. انتو سامحتوا بارك وسامحتوا هزال، بس انا ما طلعتوا بوشي، ما سامحتوني لإلي انا بوشي. طيب اهدي شوي. خلص وقفي، يلا جون بسرعة حضر القارب بسرعة. جمرة يلا ركود ركود، يلا ركود
روح روح مسك. روح الله يلعنه. نحن هربنا بس كانت عايشة وعم تتنفس. كنا بدنا نقول ونحكي للكل اللي صار. ولما رجعنا الجسة كانت على الشط. وكانت ميتة. خفنا ومشان ما يتهمونا سكتنا. ليك حضرة المحقق، نحن عن جد ما قتلناها لجمرة. شو صاير حضرة المفتش؟ أنت أعند إنسان بشوفه بحياتي. قلنا لك في قدامك هاوية، وقف رح تموت، قلنا لك بس ما سمعت منه، عم تركض ومو سائل. أنت مالك جناحات، أنت إنسان من لحم ودم. شو لازم تموت لحتى تفهم؟ ما عم صدق. أنت منيح، أنت منيح منيح منيح. عم بمزح معك. عم تمزح؟ بالظاهر مفكر الموت مزحة. وما متت بس كنت رح تموت لهالدرجة. معنك حابب حالك؟ ما في، أنا ما توقعت هيك يصير أبدا. بترجاك خلص، أنا حذرتك، قلت لك بعيد عن بارك ولا تروح لعنده، بس عملت يلي براسك وشوف شو صار هلأ. ما في تمام، اهدي، انت معصبة. لا لا لا، انا ماني معصبة ابدا، انا خفت، خفت كتير يا علي. ما في تمام، انا اسف، خوفتكم كلكم. بدي اقول لك شي مهم، هاي هي قيمتك لنفسك؟ رح تضل عم تخاطر بحياتك قدام عيوننا وبرضاك مبسوط بهالشي؟ لانه اذا رح تضل هيك بدي انسحب من حياتك نهائيا. تمام مافي؟ كان عمري 5 سنين لما فقدت أمي وأبي بحادث. كان عمري 5 سنين، ستي يلي ربتني، وما في بحياتي أي حدا تاني غيرها. أنا مليت من الخسارة، تعبت من الفقدان، ما عادت أتحمل أخسر الناس يلي بحبهم. مافي تمام، أنا جنبك خلاص، ورح نوقف جنب بعض بوعدك، ورح أسمع كلامك كمان. تمام؟ أعمالك تعي لعندي. أعمالك أعمالك، خفت عليك. شو فوتك لهون؟ جاي حاسبك على اللي صار. أنت مجنون، طلع لبرا يلا. أنت ما رح تقعد عاقل ما هيك؟ ها؟ أنت مالك معتبر علي أخوك؟ مالك معتبره؟ مزبوط. ليك ولك، هي أنا عم أوعدك، تمام؟ إذا هاد الصبي بيصير له شي رح موتك وإدفنك بإيدي. ولك شو بدك من علي؟ تركنا بحالنا، خلصنا. عرب شو عم حاكي زينو؟ عم حاكي؟ بس عم حاكي على هنيك. هتطلع فين علي لسه لهلأ ما فاق وانت عم تلعب هون؟ ليك عم حذرك، فهمان؟ بعيد عن علي، تمام؟ بعيد عنه. تمام، بعتذر منكم، طلعت غلطان. إلجي وجاجري اللي قاتلين جمرة. انت متأكد؟ هيك الواضح. عرب
زينو عليفة. علي علوشتي. انت منيح؟ منيح ماما، انت منيحة؟ ايه منيحة، المهم انت تكون منيح. الف الحمد لله اخي. شرفوا الاكابر. شوي 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 لك مشان الجرح. شوي شوي علي شوي 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 يا اولاد، بلا الحضن البوس هلا بعدين. منيح انا فيك شي؟ بعدين يلا اتركوه. تمام خالد علي تمام. عم تحط قلبك عليه ما عم تفهم؟ منيح انا. من بعد هلا ممنوع تبعد عني دقيقه واحده، والله لا ارطك بالحبله فيني. شوي شوي حبيبي على مهلك، تفضل. الحمد لله على السلامه. إيه علي أوستورك موجود ليكو، اجينا ناخذ اقواله. ايه تمام، ايه ماشي يا اولاد لبرا، يلا بعدين بعدين بفهمكم. يلا يلا لشوف. وانت كمان ما بدي اياك هون. انا ابو حضره الشرطه. لا شو ابو، لا ما له ابو، لا تصدقوا، اطلع لبرا. يلا قانونا ما في هيك شيء، وانا رح اثبت لكم، فيني اثبت لكم اصلا. اولا هذا اسمه كينان اوغلو، وابني علي أوستورك، والحمد لله انه بعده على اسمي. شوفوا اصلا ما بدي اياه يبقى هون اثناء التحقيق. ابني انا رح اطلع، انت اعمل يلي بيريحك. كينان بيك فيك تبقى، ما في مشكله. علي شوف علي، لو سمحت لو سمحت ليك حيأثر عليك، ما بدي اياه يبقى هون بالتحقيق، ما بدي. ماما ما بيأثر خلاص. ليك هلأ ابني رح يعطيك الشكوى، وابن ابن هذا الرجال باركياز أوغلو خطف ابني وجرحه وعمل هالحركة من قبل وحاول يقتله، وهو لهيك ابني رح يقدم شكوى ضده هلأ، لأنه هيك لازم يعمل وهذا هو المزبوط. تمام، وهلأ بدك تحكي للشرطة. ماما رح أقول اللي صار. حضرة الشرطي بصراحة ما في حدا حاول يقتلني ولا حاول يخطفني، في سوء تفاهم واضح. نحن رحنا على مستودع البراد لنجيب غرض، وبعدين الباب تسكر وهذا كل شيء. علي نسرين، نسرين وين وجعجري؟ ها اجا. شو عم يصير؟ بابا ليش ما عم ترد على تليفونك؟ لا تواخذني، خلص شحن تليفوني. انت منيح؟ ايه. بارك حكالي شغلات سخيفة وقال لي انه الشرطة مسكتكن، وقال لي محادثات واتساب وما بعرف شو، ما بعرف ما فهمت عليه، كان حديثه كله تخبيص، انه انتو يلي قتلتوا جمرة. شو عم يقول هالمجنون؟ طلع تقرير الطبيب الشرعي والولاد طلعوا أبرياء. طيب وشو مكتوب بالتقرير؟ جمرة كيف انقتلت؟ يا أخي مو هي نفس المرة اللي وافقت عليها أنا؟ مشان الله تطلع وشوف هي، شوف شوف هي، تطلع بهي وشوف هي، التنتين مالهم نفس الشخص. بلا هاي الصورة كانت صغيرة، هاي أكبر من الصورة بعشرين سنة تقريبا. عيب عليك. لك وين العيب؟ اللي عم تعملوه هو العيب. أنت ما طلبت تتزوج، شرف لسه، شو بدك؟ يا أخي أنا المرة اللي بدي أتزوجها بدي إياها تخدمني ببيتي وامشي معها وجاكر فيها العدو والصديق، شو بدي اعمل فيها هاي؟ يعني ما تواخذني، بدي اروح اشتغل بواب. اذا ودت كثير يا، اذا بدك تتزوج هذا الموجود، واذا ما بدك السندات معنا، واذا ما عجبك بدك تدفع السندات اللي عليك باي طريقه. ما رح اتزوج ولا رح ادفع لكم عندي شيء. لكن هيك شو رح تعمل؟ هيك بدك. لك واقف لك يا امي، يا الله لك 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 لا 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 تحدوني. ها أيلا، والله خوفتيني، لسه ما رحتي؟ لساتك هون؟ هاي شو عم تعمل هون يا كينان؟ أي واحد فيكن قتل بنتي؟ أنا
دعي نحطهم هون. حطيهم عندك. تمام. أهلا وسهلا يا أولاد، الله يديم الابتسامة على وجوهكم. أهلا فيكي ماما، بس ليش كل هالانبساط؟ يعني هيك كم شغلة، بعد شوي بتفهموا. السلام عليكم. يلا يلا غسلوا ايديكم ووشكم وخلونا ناكل. وقفوا، ما تروحوا ما تروحوا، وقفوا. بلال أنا ما فيني اتحمله، بدي أحكي. أمي شوفي. وقف يا عرب، وقف. شو هي أكتر شغلة تتمناها بحياتك؟ أبي تراجع عن الزواج؟ لا، بس رح سهل لك ياها، يعني كل الأقنية هلأ عم تحكي عن هالخبر. ايه، في مباراة لكرة القدم. مباراة شو لك يا ابني؟ امك شبه امي قدر. احكي لا تجننيني. شوفي، طلع عفو لك، طلع عفو عرب، امك رح تطلع. طلع عفو. يا الله. يا سلام. طلع عفو اخي، طلع عفو. طلع. اهدى شوي يا ابني، اهدى، جعلت لي ثيابي شبك. الف مبروك. الله يبارك فيك. الحمد لله اخي. تمام، مبروك عرب، امك رح ترجع لك. يعني خلص انا رح احضن امي، ولا عاد في سجانة ولا شيء، ولا عاد يقولولي انتهت الزيارة. يعني أمي رح تطلع أخي. شو بدي لسه أحلى من هيك؟ عطاك أكثر ما بتتمنى. طيب أخي، ما قالوا لك إمتى رح يطبقوا القرار؟ اللي عم بيطلعون دفعات ما رح يطولوا كتير. طيب منروح؟ خلينا نروح نستقبلها أول ما تطلع. ولك طبعاً منروح، ومناخد معنا طبل وزمر كمان. يا سلام. تمام، يلا بسرعة روحوا غسلوا إيديكم ووشكم. يلا يلا يلا. بلال أنت منيح؟ منيح.